يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في أول زيارة على مستوى رئاسي منذ 12 عاما. حول ذلك ينضم إلينا من أنقرة مراسل التلفزيون العربي عدنان جاد. مرحبا بك عدنان، ما الذي يحمله الرئيس المصري في حقيبته وزيارته هذه الهامة إلى تركيا؟ مرحبا محمد. في الحقيقة الكثير من الملفات والقضايا سوف يتم مناقشتها هذا اليوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ربما أبرزها العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما بعد التوتر الطويل على مدى 12 عاما كان هناك علاقات متوترة وصلت إلى حد القطيعة الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة، لكن تم إحداث اختراق في هذه العلاقات من خلال الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير شباط الماضي، واليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل بعد قليل إلى هنا إلى القصر الرئاسي في أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الاقتصاد والتجارة هما ربما من أبرز القضايا التي سوف يتم مناقشتها بين الجانبين، إضافة إلى القضية الرئيسية والمحورية وهي تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك التطورات الحاصلة في الضفة الغربية سوف يتم بحثها ومناقشتها بين كل من السيسي وأردوغان، لا سيما تطورات الوساطة المصرية القطرية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. أيضا سوف يتم عقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، تم الاتفاق على عقد هذا اللقاء خلال الزيارة التي أجراها أردوغان إلى القاهرة في فبراير شباط الماضي، واليوم سوف يتم عقد أولى هذه الاجتماعات بين الطرفين برئاسة كل من أردوغان والسيسي. نحن نعلم محمد بأن القاهرة وأنقرة جمعت بينهما علاقات متوترة بعد تولي عبد الفتاح السيسي السلطة قبل 12 عاما، لكن كما ذكرت اللقاء الأول بينهما كان على هامش مونديال كأس العالم الذي جرت في الدوحة في قطر، كان هناك أول لقاء جمع الرئيسين على هامش إحدى المباريات هناك، وبعدها كان هناك لقاءات ثنائية بين وزيري خارجية كلا البلدين، وتوجت هذه اللقاءات في الزيارة التي أجرها أردوغان إلى القاهرة، واليوم يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذه الزيارة لبحث عدد من القضايا. هناك ربما اتفاقيات سوف يتم التوقيع عليها، الحديث يدور عن نحو 20 اتفاقية سوف يتم التوقيع عليها هذا اليوم بعد انتهاء اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. كذلك سوف يكون هناك مؤتمر صحفي لكلا الرئيسين سوف يتم التطرق خلالها إلى مخرجات هذا الاجتماع، وكذلك إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي سوف يتم تخصيص جزء كبير من النقاشات هذا اليوم إلى هذه القضية محمد. شكرا لك عدنان جان، مراسل التلفزيون العربي من أنقرة.